بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 17. الله سبحانه وتعالى يسر هذه الفرصة للقاء بإخواني في هذا الوقت المبارك في هذا المسجد المبارك لنتذاكر في أمور ديننا ونتعلم ما ينفعنا ونرجو أن نكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إن موضوع الكلمة هو بيان مذهب السلف الصالح، ولا بد أن نعرف من هم السلف الصالح قبل أن نعرف مذهبه. السلف الصالح هم صدر هذه الأمة، الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تعلموا عليهم من التابعين والذين تعلموا من التابعين فهم القرون المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم القرون المفضلة، وهم ثلاثة قرون: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وفي بعض الروايات أنهم أربعة قرون، حيث جاء في بعض الروايات أنه ذكر أربع مرات: الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى كل فالسلف الصالح لا شك أن في مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ الصحابة وهم التابعون وأتباع التابعين، لأنهم أقرب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الأمة تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأغزر الأمة علما وأفقههم في الدين، لأن الصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل يعني التفسير، وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفقه الأمة على الإطلاق. ثم تتلمذ عليهم التابعون، فقهوا على الصحابة ورووا عنهم وأخذوا العلم عنهم، ثم الذين أخذوا العلم عن التابعين وهم أتباع التابعين، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من التفرق والاختلاف وتنوع المذاهب وظهور الفرق بعد عصر القرون المفضلة، حصل ما حصل،
من التفرق والاختلاف وظهور الفرق والمذاهب، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: ثم إنهم تحدث من بعدهم فروق يفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وفي حديث آخر: ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، يظهر فيهم السنة. وحينما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله جل وعلا لم يتركنا هملا نضيع حينما تحدث الفرق والمخالفات، بل إن الله برحمته جعل لنا صراطا مستقيما إن تمسكنا به وسرنا عليه لحقنا بالسلف الصالح. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان هذه صفته فإنه يكون من الفرقة الناجية ويلحق بالصالحين وبسلف هذه الأمة يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فلا شك أن الاختلاف واقع والتفرق حاصل، ولكن ولله الحمد الطريق واضح لمن أراد الطريق وأراد النجاة. مهما تعددت الفرق والأهواء فإن الطريق والحق واضح ولله الحمد بالكتاب والسنة ومذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا في أي زمان وفي أي مكان، من تمسك بالكتاب والسنة فأطاع الله وأطاع الرسول فهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
وهذا هو الدعاء الذي ندعو به في كل ركعة من صلاتنا فريضة كانت أو نافلة، حينما نقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنحن بهذا نسأل الله كما علمنا وأوجب علينا، نسأله أن يهدينا صراطه المستقيم، لأن هناك طرق كثيرة ومذاهب مختلفة ونحل متعددة، ولكن بين هذه الفرق وهذه المذاهب وهذه النحل صراط الله المستقيم لا نحيد عنه يمنة ولا يسرى. ونسأل الله أن يهدينا إياه في كل ركعة من صلاتنا، ونقول في ختام ذلك: آمين. هذا سر عجيب ودعاء عظيم وله مغزى إذا تأملنا: اهدنا الصراط المستقيم. وصفه بوصفين عظيمين: الوصف الأول أنه مستقيم، والمستقيم هو الذي لا عوج فيه ولا لبس فيه. والوصف الثاني أنه صراط الذين أنعم عليهم، هذا الصراط هو صراط المنعم عليهم، المنعم عليهم بالهداية والتوفيق، وهم الذين بينهم الله الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم المراد بهم كل من علم علما ولم يعمل به، كل من علم علما شرعيا صحيحا ولم يعمل به فهو مغضوب عليه. وفي مقدمة هؤلاء اليهود، فإن الله جل وعلا علمهم الحق وبينه لهم على أيدي رسلهم وعلموا ذلك وفهموه، ولكنهم لم يعملوا به فغضب الله عليهم. وهذا يتناول كل من اتصف بهذا الوصف، لأن علم علما شرعيا من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به، وخالفه إلى غيره وإلى ضده، واتبع النحل الباطلة والمذاهب الفاسدة، وترك كتاب الله وسنة رسوله وهو يعلم ذلك، فهذا مغضوب عليه، غضب الله عليه. والضالين هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال لا على علم ولا على بصيرة، وإنما يتعبدون بأهوائهم ويقتدون بمن لا يصلح للقدوة من عبادهم وضلالهم، ولا يتعلمون الحق، وإنما يكتفون بما عليه أسلافهم من الضالين، يقلدون بغير حجة ويعملون بغير دليل، ولا يبحثون عن الخطأ والصواب، وإنما يسيرون على حسب ما وجدوا عليه آباءهم، ولا يميزون هل هذا الذي عليه آباءهم حق أو غير حق، إن كان حقا الحمد لله فيها ونعمة،
الاقتداء بالصالحين والاقتداء بأهل الحق فضيلة، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فالاقتداء بالغير إذا كان الغير على حق وعلى بصيرة هذا محمود، وهذه طريقة الأنبياء وأتباعهم، كما حكى الله كما ذكر الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال واتبعت ملة آبائي، وأثنى عليه بذلك لأنه اتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الاتباع لأهل الحق وأهل البصيرة هذا نور وبرهان، لكن اتباع أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل الضلال هذا ضلال. ونحن نسأل الله أن يعافينا منه في كل ركعة، فكيف لا نتأمل هذا؟ نقرأ شيء ولا نعرف معناه؟ نحن في كل ركعة نذكر ثلاث طوائف، نسأل الله أن يجعلنا مع واحدة منها ويجنبنا طريق طائفتين. ثلاث طوائف، الطائفة الأولى الذين أنعمت عليهم وهم أهل العلم والعمل، أهل العلم النافع والعمل الصالح. الطائفة الثانية أهل علم ولكنهم ليسوا أهل عمل، علم بلا عمل، وهؤلاء مغضوب عليهم، نسأل الله أن يجنبنا طريقتهم. والطائفة الثالثة أهل عمل بلا علم، وهؤلاء هم الضلال الذين اتخذوا البدع والخرافات والمحدثات في دين الله، اتخذوها دينا يأخذه اللاحق عن السابق دون تفكير ودون تمييز، هؤلاء ضالون والعياذ بالله. السلف الصالح إذن هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بالإحسان، وهم القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله جل وعلا يقول في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون. هؤلاء هم المهاجرون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأنصار بقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون من صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر التابعين بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا يشمل كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار واقتفى أثرهم ودعا الله أن دعا الله بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلف الصالح إذن هم الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في قوله لما سئل عن الفرقة الناجية من بين الثلاث والسبعين فرقة، لما سئل عن ذلك قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين أيدينا الآن محفوظ
في الكتاب والسنة، محفوظ في الكتاب والسنة. هذا الذي كان عليه الصحابة، كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو ما في القرآن وما في صحيح السنة. فمن أراد النجاة وأراد الحق فليتمسك بالكتاب والسنة، لأنهما كان عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن أراد الهلاك وأراد الخسار فليذهب مع الفرق الثانية التي ضلت عن الكتاب والسنة وقلدت في دين الله وابتكرت البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتركوا السنن، تركوا السنن وأرغبوا البدع، بئس ما اختاروا لأنفسهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، اختارهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف الصالح، والذي كانوا عليه هو الحق بلا ريب، وهم الأعلم والأحكم والأسلم. مذهبهم هو الأعلم والأحكم والأسلم، لأنه مذهب ينبع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من خالفه فهذا هو الضال، وهذا هو المبتدع، وهذا هو الخاسر، شاء أم أبى. ولو مدح ما هو عليه وروج ما هو عليه واستحسنه، لكن ما دام أنه مخالف لهدي السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم فهو مذهب مردود. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا يشمل كل بدعة ولو سميت ما سميت، ما دام أنها ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهي بدعة مردودة، وصاحبها مهما دعا إليها فهو يدعو إلى ضلاله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة. فما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وهو ضلالة، وهو خسارة، وهو عذاب وشقاء، وهو داخل في قوله: كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالواجب أن نعرض كل ما عليه الناس، نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك أخذنا به، وما خالف ذلك تركناه غير آسفين عليه. فمذهب السلف الصالح هو التمسك بالكتاب والسنة، هذا مذهب السلف الصالح، من غير تكلف ومن غير تنطع ومن غير تعنت، لأن الحق واضح ولله الحمد، كتاب الله واضح وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة،
لمن تعلمها وحرص عليها وأراد الاتباع. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويقول جل وعلا في سنة نبيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمذهب السلف الصالح هو هذا، هو الأخذ بكتاب الله عز وجل علما وعملا، والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، والدعوة إلى ذلك، دعوة الناس إلى ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وملازمة الطاعة والابتعاد عن المعصية. والابتعاد عن محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمذهب السلف الصالح هو الحق في العلم وفي العمل. في العلم لأنهم يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبتغون بذلك بديلا، لا من أقوال الرجال ولا من قول أحد كائنا من كان إلا ما وافق الدليل. إذا وافق الدليل فهو حق. فالسلف الصالح كانوا على الحق بلا شك، كانوا على الحق في الاعتقاد، وكانوا على الحق في العمل، وكانوا على الحق في الأخلاق والسلوك، كانوا على الحق. عقيدتهم عقيدة التوحيد الخالص، يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي كان عليها سلف هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالله والإيمان بالله عز وجل هو اعتقاد ربوبيته والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته على ما جاء به الكتاب والسنة. هذه عقيدة السلف الصالح، يؤمنون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم ويعبدونه وحده لا شريك له
بجميع أنواع العبادة يفردون ربهم عز وجل بجميع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يكفي أن الإنسان يقر لله بالربوبية وأنه خالق الرازق المحيي المميت ويكتفي بهذا، لأن هذا أقر به المشركون، ولكن لا بد أن يعبد الله عز وجل ويخلص له العبادة فلا يعبد غيره. وهذا شيء جاء به القرآن ونبه عليه في غالب سوره، قل أن تخلو سورة من ذكر التوحيد والعبادة والعقيدة، خصوصا السور المكية، بل إن أول نداء جاء في القرآن، أول نداء جاء في المصحف الشريف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو أول نداء جاء في المصحف الشريف، وهو أمر الناس كله بعبادة الله وحده لا شريك له، لأنه خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم، لا إله إلا هو. فلو أن إنسانا أقر لله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنه لم يفرده بالعبادة بل كان يعبد معه غيره، فهذا مشرك كافر لا ينفعه إقرار بتوحيد الربوبية، لأن المشركين كانوا على هذا المذهب، كما قال تعالى: ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن أبا جهل وأبا لهب وصناديد المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، فلذلك صاروا كفارا وصاروا مشركين، لأنه لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه الذكر من بيننا. هكذا يقولون. قال الله جل وعلا: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض. الحاصل أن الإقرار بتوحيد الربوبية الذي تعب فيه كثير من النظار وعلماء الكلام واعتبروه هو التوحيد، ليس هو التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة جل وعلا، ولكن توحيد الربوبية دليل وملزم للإقرار بتوحيد العبودية، بتوحيد الإلهية. فالذي يقف مع توحيد الربوبية هذا لا يكون مسلما،
ولو كان مسلما لكان أبو جهل وأبو لهب وأضرابهما كانوا مسلمين على هذا المذهب، ولكن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعباد، ويدخل في توحيد الربوبية، يدخل فيه الإقرار بأسماء الله وصفاته التي وصف وسمى بها نفسه جل وعلا، ووصفه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالسلف الصالح يؤمنون بذلك ويثبتونه ويعلمون معناه على مقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن، يعرفون معناه، ولكن كيفيته لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. الله جل وعلا لا يعلم كيفية ذاته وكيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره وأصدق حديثا من خلقه جل وعلا. فنحن نؤمن كما آمن السلف الصالح بأسماء الله وبصفاته على ما جاء به الكتاب والسنة، نؤمن بلفظها ومعناها، نثبت ذلك لله عز وجل كما أثبته رسوله السلف الصالح. الإيمان بكل ما وصف الله وسمى به نفسه أو وصفه به وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد الله جل وعلا أعلم بأسماء الله وصفاته من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني المخالفين للرسل، وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. ثم حمد نفسه جل وعلا وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. هذا يدخل في توحيد الربوبية، الذي يجحد الأسماء والصفات أو يؤولها على غير ما دلت عليه أو ينفي معناها ويقول لا يعلم معناها إلا الله، ليس لها معنى ظاهر، هذا جاحد لنوع من أنواع التوحيد، ومخالف لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. فالسلف الصالح كانوا في العقيدة على التوحيد الخالص، يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، يفردونه بالعبادة كما أمرهم الله بذلك، لا يعبدون إلا الله ولا يدعون إلا الله ولا يلجؤون إلا إلى الله ولا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله، في كل أمورهم وفي كل شؤونهم يعتمدون على الله وحده لا شريك له. أما من حاد عن سبيلهم وضل عن طريقهم فإنه يذهب مع الفرق الضالة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا كنت تريد النجاة فعليك بنهج السلف الصالح الذين هم خير القرون وأفضل القرون، والذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاميذ تلاميذ الرسول، أقرب الناس إلى رسول الله وأعرف الناس بما أنزل الله، لأنهم تلقوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو تلقوه عمن تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما طال الزمان
وكلما بعد الناس اشتدت الغربة وكثر الجهل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق والاختلاف كما سمعتم في الحديث قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فحثنا عند ظهور الاختلاف وظهور الفرق الكثيرة، حثنا على أن نتمسك بما كان عليه السلف الصالح. ولما ذكر افتراق الأمم الثلاث، اليهود والنصارى والمسلمون، لما ذكر افتراقهم قال: افترقت النصارى على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة. هذا خبر، خبر منه صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يقع، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ذاك هو الكتاب والسنة. والكتاب والسنة موجودان والحمد لله بين أيدينا، لكن نحن الذين قصرنا، ونحن الذين تكاسلنا، ونحن الذين آثرنا الأمور الأخرى. فإذا وقعنا فيما وقعنا فيه من تخلف فإن ذلك لتقصيرنا، وإلا فالحق واضح والحمد لله. وهذه الفرقة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم هذه لا تزال ولله الحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولكن هذه الفرقة الناجية الثابتة على الحق قد يقلون وقد يكثرون في بعض الأزمان وبعض الأمكنة، يقلون ويكثرون ويقوون ويضعفون، ولكنهم ولله الحمد لا يزالون موجودين. وعلامتهم واضحة، هي أنهم يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو عابهم الناس، ولو ذمهم الناس، ولو جهلهم الناس، ولو قالوا ما قالوا، ما دام أنهم على الحق هذا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أسأل الله أن يجعلنا منهم وإياكم والمسلمين. السلف الصالح كانوا في عقيدتهم على الحق، في عبادة الله وحده لا شريك له، وفي اعتقادهم بالله عز وجل الاعتقاد الحق المطابق لما جاء في الكتاب والسنة، كانوا على الحق. وكانوا في عملهم على الحق، كانوا في عملهم على الحق أيضا، كانوا لا يعملون عملا إلا إذا كان على دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يرفضون البدع، وكانوا يرفضون المخالفات ولو استحسنها الناس، ولو صار عليها الكثير من الناس، ما دام أنها بدع ومخالفة فهي مردودة على أهلها. وأما أهل الحق فإنهم لا يبغون غير الحق، لا يبغون به بديلا، ولكن هذا يحتاج إلى صبر يا عباد الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر لشدة ما يلقى
شدة ما يلقى من المشقة والغربة وأذى الناس، ولكن إذا صبر واحتسب فإنه يلحق بسلب هذه الأمة ويكون معه يوم القيامة. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهو معه في الدنيا وفي الآخرة، معه في الدنيا للمحبة والعمل، ومعه في الآخرة في الجنة. والمرء مع من أحب، أما من حاد عن سبيلهم وسلك غير صراطهم فإنه يكون مع من تولى، كما قال تعالى: نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسلف الصالح كانوا يعبدون الله ويعملون على أصول الكتاب والسنة، كانوا لا يخطئون شيئا في الدين إلا إذا علموا أن الرسول فعل أو أمر به أو أقر، لأن العبادات توقيفية، عبادات توقيفية. ومعنى هذا أنه لا يجوز العمل أو تعبد الله جل وعلا بشيء إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعبادات لا تكون عبادات صحيحة مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، وكانت صوابا على سنة رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني أخلص لله في العمل، فلم يشرك بالله شيئا. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله بالبدع والخرافات والمحدثات التي أحدثها من أحدثها من الجهال والضلال ليصدوا بها الناس عن الحق، أو ظنوها أنها تقربهم إلى الله ولكنها تبعدهم من الله، لأنها ليست على هدي كتاب الله ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم، صور الصراط المستقيم وصور الطرق الضالة حوله بأن خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا معوجة، وقال صلى الله عليه وسلم للخط المستقيم: هذا صراط الله. وقال لتلك الخطوط المعوجة عن يمينه وشماله: قال: هذه سبل وطرق غير سبيل الله عز وجل وغير صراط الله، على كل طريق منها شيطان. فالشيطان يدعو إلى تلك الطرق، والله جل وعلا ورسوله يدعو إلى الصراط المستقيم، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يدعو إلى الصراط المستقيم، والرسول يدعو إلى الصراط المستقيم، والمصلحون من أتباع الرسول في كل زمان ومكان يدعون إلى الصراط المستقيم. وأما شياطين الإنس والجن فهم يدعون إلى الطرق المعوجة الضالة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجنبنا ما يضرنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأترك المجال إذا كان فيه شيء الاستفسارات. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشكر فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة. وبالنسبة للأسئلة فهي كثيرة جدا، لا أعلم هل وقت الشيخ يسمح بعرضها جميعا أو نعود أو نلجأ إلى الاختصار. هنا مجموعة تتعلق بموضوع المحاضرة قدمناها، قدمنا الأسئلة التي تتعلق بموضوع المحاضرة. فضيلة الشيخ، إذا كان من يقلد الحائز عن الحظ يدخل تحت كلمة الضالين، فهل هذا ينطبق على من يقلد حائدا عن الحق في مجال العقيدة ولكنه فقيه ومرشد وواعظ؟ لا، من قلد حائدا عن الحق وهو يعلم ذلك، لا شك أنه يدخل في الضالين، لأن من تبع الضال فهو ضال. أما إن قلده وهو محسن به الظن ولا درى أنه مخطئ، فهذا لا شك أنه له نصيب من الضلال والخطأ، ولأنه مفرط ومقصر، لأنه لا يجوز له أن يقلد أحدا إلا إذا عرف أنه مستقيم وأنه يصلح للاقتداء، يصلح للقدوة. لا يقلد كل أحد ولا يقلد كل من أحسن به الظن، بل لا بد أن يتأكد من استقامته ومن علمه ومن سلامة معتقده وسلامة مسلكه، لأنه بهذا يعرض نفسه لخطر عظيم. فالواجب أن الإنسان ما يقلد تقليدا أعمى، وإنما يقلد من كان على هدى، ولم يسمي هذا تقليد، يسميه اتباع واقتداء، يسميه اقتداء واتباع لأهل الحق، لا يسمي التقليد. الحاصل أن كل من قلد ضالا فهو ضال، ولكن الضلال يختلف، منه ضلال مبين ومنه ضلال دون ذلك، ولكن هذا مما يؤكد أن على الإنسان لا يقلد أحدا، بل عليه أن يجتهد في طلب الحق والوصول إليه بنفسه إن تمكن، وإلا إذا احتاج إلى مثلا تقليد فليختر من يصلح لذلك من أهل الحق وأهل البصيرة وأهل العلم وأهل الثقة والإيمان بالله ورسوله المشهود لهم بالخير. يا فضيلة الشيخ، أنت تتكلم عن عقيدة السلف، والذين يخالفون هذه العقيدة يقومون بتدريس عندنا في كل أسبوع، ويدرسون أمورا تخالف عقيدة السلف، فما واجبكم تجاه هؤلاء؟ أليس من المسؤولية الملقاة على رقابكم أن تضعوا حدا لمثل هؤلاء الأشخاص؟ المسؤولية لا شك أنها عظيمة وعلى الجميع، فأنتم في الدرجة الأولى إذا كان مثلا تعرفون هذا وتعرفون أن فيه من يضلل الناس ويلقي عليهم الشبهات والمذاهب التي تخالف مذهب السلف الصالح، عليكم أن تبلغوا عنه ولاة الأمور ليأخذوا على يده. فالبلاد ولله الحمد بلاد مسلمين، بلاد سلفيين وأهل عقيدة وأهل دين لا يرضون بهذا. فإذا كنتم تعرفون من الناس من يقوم بهذا فالواجب عليكم أن تبلغوا عنه. من أسلم وآمن بقلبه ولم يتلفظ بشهادة ومات، فهل هو من أهل الجنة؟ لا بد من التلفظ ولا بد من العمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب. أما لو أن الإنسان اعترف بالحق بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه ولم يعمل به بجوارحه فهذا ليس بمؤمن. الله تعالى يقول عن الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ففرعون كان يعترف بالحق في قلبه، ولكنه لم ينطق به تكبرا وعنادا، ولهذا قال له موسى عليه السلام، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مذكورا. فرعون يعترف بالحق بقرارة نفسه، ولكن منعه التكبر والعياذ بالله والتجبر على الإقرار به والعمل به، وما نفعه أنه يعرفه بقلبه. وأكثر أو جميع الخلق يعرفون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم، ويعرفون الحق بقلوبهم، ولكن يصرفهم عن العمل به والنطق به صارف، إما الكبر وإما الحسد وإما حب الدنيا أو الهوى أو ذلك. الحاصل أنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الحق بقلبه ولا يعمل به بلسانه. الله تعالى يقول عن الكافرين: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ذكرتم في هذه المحاورة الطيبة وجوب الأخذ بمذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين من الأئمة القدامى المشهورين، فهل دللتمونا على بعض الكتب النافعة في عقيدة أهل السلف؟ أما الكتب النافعة في عقيدة التي توضح عقيدة السلف الصالح فهي كثيرة لا أستطيع حصرها، ولكن أذكر لكم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، خصوصا ما يتعلق بالعقيدة وبالأسماء والصفات. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا قد قام بمجهود عظيم في بيان عقيدة السلف الصالح ورد الشبهات عنها، وهذا موجود في كتبه، وخصوصا في المجموع الكبير في أوله ما يتعلق بالعقيدة. وكذلك لابن القيم المجال في هذا المجال الواسع، ومن ذلك من كتبه التي كتبها في هذا اقتضاء منهاج له كتب كثيرة، منها كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ومنها كتابه النونية المنظومة المعروفة بالعقيدة عقيدة السلف الصالح، ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ومنها إغاثة اللهفان، كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ومنها شفاء الغليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، هذا في القضاء خاصة لمسألة القضاء والقدر، وغير ذلك من كتبه النفيسة. مدارج السالكين أيضا، مدارج السالكين في توحيد العبادة، وإن كان فيها أشياء غامضة لأنه يشرح كتاب في التصوف للهروي، لكن فيه مباحث في العقيدة وفي توحيد العبادة مباحث جليلة جدا. ما رأيكم في من ينكر؟ وكذلك في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لبيان توحيد العبادة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشروحه فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، وكذلك كتاب كشف الشبهات بالرد على شبهات القبوريين والذين يعبدون الأولياء والصالحين من دون الله. فهذه الكتب ينبغي لطالب العلم أو يجب عليه أن يطلع عليها. شرح الطحاوية أيضا في بيان عقيدة السلف الصالح، أيضا كتاب قيم. نعم.